السلام عليكم. ايش فيك يا زكريا حاط هموم الدنيا على راسك؟ عليكم السلام. شو اسوي؟ ما قدرت احل الاسايمنت. ليش؟ لان شاشة الكمبيوتر اختربت علي واشتغلت. انزين شنو سويت؟ خذيت الشاشة وقطيتها برا في الخمار. صج؟ للاسف ايه. تصدق ترى الحين مرة من لوحة الاعلانات وحاطين اعلان عن النفايات الالكترونية، يقول لك ان النفايات الالكترونية اذا تم التخلص منها بشكل غير سليم فانها تأثر على البيئة. وتدري ان حاطين مثال على جهاز الكمبيوتر؟ صج؟ ايه صج. تدري ان يقولون ان جهاز الكمبيوتر يحتوي على عناصر كيميائية ضارة مثل الرصاص، الكادميوم، الزئبق. حاطين على سبيل المثال ان الرصاص، يقول لك الرصاص اذا تم التخلص منه بطريقة غير سليمة فانه يأثر على حياة الانسان والنبات والحيوان. اها كذي يعني. اجل استأذن. على وين يا زكريا؟ زين والاسايمنت؟ النفايات الإلكترونية إذا تم التخلص منها بشكل غير سليم فإنها تأثر على البيئة. يقول لك الرصاص إذا تم التخلص منه بطريقة غير سليمة فإنه يأثر على حياة الإنسان والنبات والحيوان.